عمر خلص، تفضل تفضل عمر. انا قاعد وراك رافع ايدي قبل، بس خلني هذا وتساهل. اخ رئيس، الاخوه الاعضاء مسخت. لا والله مسختوها، ما يصير قاعد تسوونه. اذا عندكم امور خاصه خلصوها برا. الشعب الكويتي متعطش حق انجازات، احنا جايين هني مسرحيه؟ والله مسرحيه. اخ الرئيس، الاسبوع الماضي قدم طلب بعقد جلسه كل خميس وترك لمده 4 ساعات. اذا مو ما تكفيكم الثلاثه والاربعاء، نبي جلسه حقيقيه للشعب الكويتي. نبي نقر، يبون انجازات، يبون مشاريع. والله مسخت، واكرر بنطلع بنقول الصج، وبالاسم هالمره بالاسم بنقول من اللي نشوفه يشتغل ومن اللي ما يشتغل، واللي يبي يزعل كيفه. ما احنا جايين نقص على الناس. احنا اخ الرئيس قد تقدمت بطلب الاسبوع. شكرا 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 عمر، خلنا نمشي الان. في طلبات قبل لا نفقد يفقد النصابه بتلوها.